ونواصل مشاهدين متابعتنا من خلال موقعنا في شرم الشيخ نفسه وفريقنا هناك واللقاءات التي يجريها أعضاء هذا الفريق. شريف بركات الآن معي من شرم الشيخ وأيضا ضيف آخر كريم، اتفضل يا شريف. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، مستمرين مع حضراتكم وفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ. الانجازات تتوالى، المشروعات تتوالى، وتحقيق النجاحات على ارض الواقع يتوالى. مع حضراتكم ضيفنا مشرفنا في استوديوهات الحياة على الهواء مباشرة من شرم الشيخ، سعادة السيد أحمد السويد الرئيس مجموعة السويد القابضة. برحب بحضرتك معانا على شاشة تلفزيون حياة، أهلا بيك وألف مبروك. حياك الله، الله يبارك فيك. شكرا شكرا. عايز أتعرف مع حضرتك على الاتفاقية اللي تم توقيعها بالفعل مع معالي وزير التموين المصري، إيه هي الاتفاقية وإيه هي بنودها؟ طبعا أولا أشكر الحكومة المصرية على رأسهم فخامة الرئيس والحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال والتنظيم والإدارة، ويعني حقيقة يعني هاي مفخرة لكل العرب. يعني التواجد الأمس السياسي والاقتصادي والأمور هذه تعرف يعني كانت حقيقة مستوى يعني عالي جدا. بخصوص الاتفاقية، هي صحيح اتفاقيتين. الاتفاقية الأولى بخصوص اللي هو إنشاء المدينة العالمية، إنشاء المدينة العالمية في شرم الشيخ في عين السخنة. عين السخنة طبعا يعني هاي مدينة متكاملة فيها يعني مرسى اليخوت أو مرسايين حتى، وفيها أعلى برج يعني توسط بحيرة في مصر بتكون. طبعا هذا بيكون البرج هذا مخصص ل كمركز لوجستي وتجاري للمدينة. نعم. وتحتيه حيكون في قاعة كبيرة لصالة لتداول الأسهم وما شابه ذلك. استثمارات تقدر بكام في هذا المشروع؟ خلينا الأول أكمل لك. تمام. في أشياء في يعني فيها مول كبير، والمول فيه لأول مرة يمكن في مصر يعني تزحلق على الثلوج، وغير يعني طبعا تزحلق القاعات العادية. مفهوم. يعني مفهوم. من فوق لتحت وكذا وإلى آخره. فيها مدينة ألعاب يخش فيها الزائر، فيها أوتيل جوا المدينة، يعني يخش الزائر ما يحتاج إنه يطلع لمدة أسبوع هو عياله. يعني في شيء يعني لم يكن موجود يمكن في مصر. وفيها مدينة يعني سوق صيني، أكبر سوق صيني في المنطقة. أكبر سوق صيني. صيني لتسويق المنتجات الصينية. المنتجات الصينية في المنطقة. نعم. مختلف أنواع المنتجات. مختلف أنواع. وفيها أسواق لكل منتج. مثلا اعطيك مثال على مثلا يعني الماركات العالميه، مثلا شانيل، مثلا مش عارف يعني كل من شيء من هذيلا له يعني هذا. فهي المدينه بتكون مميزه جدا. هاي استثمارات تقريبا نحن وشركائنا والبنوك المبوله والانفسترز اللي كانوا واقفين معانا حوالي 4 مليار دولار. المشروع الثاني هو مشروع ميناء دمياط الاستراتيجي، هذا اللي هو طبعا للغلال والحبوب والمصانع المختلفه المواد الغذائيه، ويعني من خلالنا برضو يعني عندنا شركات كثيرة يعني تعمل يعني في هذا الـ في سواء كان في المشروع الأول أو الثاني، لأن نحن المين يعني الشركة الرئيسية. وتحتنا في شركات يعني اليوم وقعت اتفاقية برضو يعني مع تشاينا هاربر 6 مليار برضو من خلالنا. نعم. فهمت كيف؟ ممكن. للمدينتين. هو ده عشان يعملوا في الميناء يعني. هو ده السؤال اللي أنا كنت أسأله، هذه الاستثمارات تقدر بكم مليار؟ والله هي في النهاية راح توصل يعني مبالغ أكثر عن 30 مليار، يعني لو تلاحظ مثلا تشاينا هاربر معانا هي في المشروع من خلالنا يعني استثمارات حوالي 6 مليار. ممتاز. بيوفر قد ايه من فرص العماله للمصريين والايدي العامله وخبرات يعني المتخصصه؟ يعني نحن نقول يعني في بدايه للمشروعين بيكون حوالي 90,000 عامل ومهندس ويعني تقني، ويعني بيكون حوالي 90,000. 90,000. نعم. بيبدا امتى الخطوات التنفيذيه للمشروع؟ والله نحن الان شوف طبعا اليوم احنا كنا وقعنا يعني انا عايز اشوف التوقيع بتاع الاتفاقيه لو تزني، انا شايف ان هو مع حد من الزملاء، كنا عايزين نشوف التوقيع بتاع الاتفاقيه ونوريها كمان للمشاهدين. ممكن ممكن. استاذنكم بس بعد اذنكم انا عايز اشوف الملف بتاع التوقيع بتاع الاتفاقيه. هو يعني طبعا يعني هاي الاتفاقيه يعني هاي الصفحة الثالثة طبعا الأخيرة خلنا نقول هاي التوقيع. تمام.
ألف مبروك، وأنا سعيد جدا بوجود حضرتك معنا هنا في شرم الشيخ، سعيد جدا بالاستثمارات. كثيرا ما تحدثت الحكومة المصرية وزير التموين بالتحديد عن مشروع اللوجستي لإنشاء الحبوب والغلال في دمياط وأيضا المدينة العالمية، كتير كان بيتكلم عن المشروعين وبيسعى لتسويقهم. تم بحمد الله في بدايات وبكورة اليوم الثاني لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي توقيع هذه الاتفاقية مع سعادة السيد أحمد آل سويدن رئيس مجموعة آل سويدن القابضة. كل التمنيات بالتوفيق. لا بس شوف يعني حاجة، هاي كلمة للتاريخ للحق. فضل. الشعب المصري حاليا مستعجل ويعتقد أن هاي الأمور ممكن تكون في يوم وليلة. لا تنسى أن هاي المشروعين مش من المشاريع الضخمة. نعم. اللي تدري لها دراسات ورسومات وتفاصيل دقيقة مع شركات محلية شركات أجنبية. فأنا يعني أطمنكم يعني معالي الوزير أو حتى وزارة التموين أو حتى الحكومة المصرية يعني ماشي طريقة سليمة وسلسة، بس هي الإجراءات هالشكل وتظهر عراقيل من وقت لآخر المفترض بيروقراطية وإنما عراقيل في فنيات العمل حتى يطلع العمل صحيح، لكن البيروقراطية تم القضاء عليها بهذه التشريعات. والله أنا لغاية الآن لم أواجه شيء. تمام. وفي شيء للتاريخ. تمام. يعني أهم حاجة يعني ما واجهت أي نوع من الاستغلال عفوا. تمام. يعني كان زمان شوية الواحد تعال وروح عند فلان تعال عند علان، لا كان الموضوع مع أني لا أعرف الوزير ولا عمري شفته قبل ولا أعرف أركان الوزارة. تمام. فكل العمل اللي تم من مقابلة الوزير ومقابلة المسؤولين ومقابلة حتى فخامة الرئيس يعني عبد الفتاح حفظه الله تمت بسلاسة وبي يعني شو أقول لك، يعني أعطيك مثال، أنا قابلت الرئيس السيسي تصور الساعة كم؟ إمتى؟ 8 الصبح. 8 الصبح. أنا زرت 70 دولة في العالم وقابلت كثير من الرؤساء في أوروبا وفي الدول العربية وفي أفريقيا بصفتي الرسمية أنا رئيس برضو منظمة العربية لأفريقيا الاستثمار. نعم. لم يقابلني رئيس الساعة 8 الصبح، كل المواعيد بعد 12. فدليل على أن الرجل هذا مهتم ببناء بلده وبناء مصر وبناء يعني، وبالتالي الوزراء كلهم يعني 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 مره من المرات قابلت يعني مرتين، مره قابلت الدكتور خالد حنك وزير التموين يعني الساعه 7:30 صباحا، وقال ما تدفع اي وزاره، مره برا بالليل الساعه 9 قلت له يا معالي، وكان يوم جمعه قلت له الوزير اليوم جمعه خذ لك راحه. طبعا انا اللي اعرف ان اهله في الاسكندريه او شيء من هالقبيل. هذا اذا استمر يستغرق مده 5 سنين تقريبا المشروع. لا لا اقل، اقل من 5 سنين، اقل البدايه الان. تمام. ولكن تعرف المشروع على 3 مراحل. تمام. كل مشروع عملنا 3 مراحل. تمام. للسلاسه وللسيطره والمرور فيه، يعني احنا اللي بدانا مع الصينيين بدانا وقعنا اليوم اتفاقيه. مفهوم صح. فهمت كيف؟ وفي ناس مستثمرين من الامارات حنوقع معاهم الان حنرجع دبي، في مستثمرين هنود برضو، يعني في شركات عالميه في الموضوع. بس انا اقول الهم مش المؤتمر. ايه المهم؟ المهم شو نسوي بعد المؤتمر. تمام. ان نستمر في هذا الدفع وفي هذه القوه يعني والاندفاع. حضرتك متفائل؟ جدا 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 جدا، يعني حقيقة أنا كان عندي عمل استثمارات بسيطة من آن إلى آخر في مصر، لكن لم أكن مندفع يعني بهذه الطريقة إلى الآن، وخاصة التطمينات اللي حصلت مبارح هي مهمة جدا. تمام. من مين؟ من دول عربية، من دول السعودية، الإمارات، الكويت. الكويت، عمان، مثلا أمريكا، وهذا نعم. مهم جدا. نعم. إيطاليا. نعم. شوف الرئيس الوزراء الإيطالي. نعم. تكلم كلمة يعني قوية جدا. إسباني. صحيح. فهمت؟ وأهم شيء كلمة رئيس الوزراء. نعم. الأثيوبي. نعم. لا تخرب البساطة. هذا كثير من الأوضاع والأجواء. لأن ده مية وشريان الحياة. نعم. ها؟ الحياة في الماء مش فيها الماء. نعم. والحياة والحياة الماء. صح. فكان كلمته مطمنة جدا، ولذلك أنا صراحة مطمن جدا أكثر من أي وقت مضى. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وأنا شكرا على وجودك معنا في قناة الحياة. وأهلا بحضرتك دايما. وانتم طبعا قناة مميزة ما شاء الله، وتابعوا يعني يعني شاكرين جدا، شاكرين جدا لوجودك معنا. ألف 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 مبروك وتحياتنا. شكرا.